بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. الحمل شيء جميل في حياة المرأة. يمر الحمل في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وكل مرحلة ثلاث أشهر. في المرحلة الأولى تعاني المرأة من الغثيان والقيء، وهنا ننصح المرأة بعدم الصوم إن كان الغثيان والقيء متكرر، وإن لم يحدث ذلك فلا مانع من الحمل. أما المرحلة الثانية والثالثة فيكون الصيام أسهل للمرأة، وبشكل عام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. فالصيام هو شيء جميل وشيء صحي حتى للحامل إن استطاعت. أما إن كان هناك مشاكل في الحمل مثل أوجاع في البطن وحمل مهدد في الإنزال أو نزول الدم فلا ننصح بالصيام. المرأة الحامل تسأل عن الغذاء. الغذاء يكون متكامل ومتوازن، أي أنها ليست بحاجة أن تأكل لشخصين، لها ولجنينها. الرياضة شيء مهم، وأنصح الحوامل بعمل الرياضة المتزنة. ومن المعروف أن المرأة التي تمارس الرياضة يمارس طفلها الرياضة، حيث أن دقات القلب عند الطفل 140 دقة خلال الدقيقة، خلال الرياضة تصل إلى 160، وهذا يعني ويدل أن الطفل أيضا يقوم بعمل رياضي ويؤثر على جسده وعلى نموه تأثيرا إيجابيا. النقطة الأخرى وهي السفر. السفر هنا في بداية الحمل حتى الأسبوع 32 لا أرى مشكلة في السفر، وخاصة في سفر الطائرات، إلا إن كان هناك مانع من نزيف أو تهديد حمل مبكر.